وحول المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. إليك كريم. نعم، الدورة 157 لوزراء الخارجية العرب بجامعة الدول العربية، والتي ناقشت عدة بنود 11 بندا مختلفا في الاجتماع العام، وبالطبع بالإضافة للاجتماعات المغلقة التي تم مناقشة فيها عدة قضايا، بالطبع منها بالطبع القضايا المشتركة التي تخص الدول العربية وحشد التضامن العربي إزاء الرؤى العربية والقضايا العربية المشتركة. ربما من أهم القضايا هو الأمن الغذائي وكيفية العمل الجماعي بين الدول العربية لتأمين الأمن الغذائي، وبالطبع فيما يخص الأمن الغذائي هو الأمن المائي. ربما حضر هذه الدورة 18 دولة عربية و18 ممثلا من وزراء الخارجية ووزراء الدول العربية، ربما من أصل 21 دولة، وهو ما يدل على أهمية يعني هذا الاجتماع في هذا التوقيت، وأهمية العمل على التعاون المشترك بين الدول العربية خصوصا في ظل التوترات يعني التي تحدث في ربما السياسات العالمية والتغير والعراكات السياسية المختلفة الدولية. أيضا كان هناك تأكيد على عدة قرارات فيما يخص القضية الفلسطينية وعدة قضايا أخرى بالطبع فيما يخص القضية أيضا الليبية، ولكن تم الإقرار بالفعل على الدورة القادمة التي ستعقد في دولة الجزائر الشقيقة في الأول والثاني من نوفمبر 2022. وبالطبع كان هناك كلمة لرئيس الدورة السابقة وهو أحمد بن ناصر الصباح، وهو وزير خارجية الكويت، الذي تحدث عن إنجازات الدورة السابقة لجامعة الدول العربية ممثلينها في وزراء الخارجية، وتسلم بعد ذلك وزير الخارجية اللبناني بوحبيب هذه الدورة، وعرض بالطبع 11 بندا كما ذكرنا سيتم مناقشتها خلال هذه الفترة وخلال هذه الدورة قبل انعقاد القمة القادمة في الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر 2022.